نعيش بإيطاليا ومتاح لنا الصلاة بالمساجد ونؤدي الشهر الدينية، هل ندخل في تحريم الإقامة بين ظهراني الكفار؟ هذه المسألة ربما اختلفت في هذه الأعصار، المسلمون في أوروبا وأمريكا هنا وهناك صارت جاليات مليونية ولهم مراكز ومساجد وتواجدات وشركات ومدارس، أصبح الوجود الإسلامي وجودا قائما قويا بين هؤلاء الناس، فظني أن المسألة اختلفت عما كان الأمر أولا.